عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالى مع بعض النهارده نحمر الطعميه او نقلي الطعميه من غير زيت. ايوه من غير زيت. تابعوا معايا الفيديو علشان تشوفوا احنا عملناها ازاي. بصوا مستويه حلوه قوي من جوه، متحمره من بره ومن فوق ومن تحت. خليكم معايا. عشان نعمل الطعمية مع بعض، ادي الطعمية اهي، كنا عملناها مع بعض قبل كده في البيت. هناخد جزء كده ونعمله مدور، ومعايا هنا سمسم وكزبرة. هبتدي ان انا اخد منهم شوية واحطهم على الوش اهو، وابتدي اخدها واحطها في الاير فراير. الاير فراير انا حاطه فيها ورقه زبده، وورقه الزبده مدهونه بالزيت. هبتدي بقى ان انا احط الكميه بتاعتي كلها ان انا عايزاها من الطعميه اهو كده زي ما معاكم. بنشكلها وناخد جزء من الكزبره والسمسم ونحط نرص كده. هكمل الكميه ونرجع نشغل الاير فراير مع بعض. زي ما انتم شايفين انا خلصت الكميه بتاعه الطعميه، رصيتها اهو وبدهنه خفيفه خالص على ايديا بالزيت. هبتدي ان انا احط كده على وش الطعميه. طبعا الكميه دي بتاعه الزيت لا تقارن بالزيت اللي احنا بنقلي فيه. عملنا مع بعض قبل كده البطاطس، كنت نزلت لكم الفيديوهات بتاعه استخدامات الاير فراير اللي انا الاكلات اللي عملتها فيها. وادي كمان الطعمية عشان ناس كتير طلبتها مني. وتعالوا بقى نشغل الاير فراير. هنبتدي ان احنا نختار البرنامج، هنختار برنامج البطاطس. طبعا الوقت معانا هنا تلت ساعة ودرجة الحرارة 200. هنشغله في نص الوقت، هنفتح عليها ونشوف استوت ولا لا. تعالوا نفتح كده على الطعمية بعد مرور 6 دقايق ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. بصوا ابتدت تتحمر اهي، شكلها تحفة. عايزة اقول لكم ريحتها كمان طالعة خطيرة. هكمل دقيقتين تاني قبل ما ابتدي ان انا اقلبها. هنشغل عليها دقيقتين تاني ونشوف شكلها عامل ازاي. ادي الطعمية اهي بعد 6 دقايق، هبتدي بقى ان انا اقلبها بالراحة على الجنب التاني. معايا اي حاجة صغيرة كده واحاول ان انا اخدها بالراحة. هي خلاص مسكت نفسها اهو، وابتدي ان انا اقلبها على الجنب التاني علشان تاخد لون من الجنب التاني كمان. متقلقوش، هي بتبقى خلاص مسكت نفسيها، فهنقلبها بكل سهولة. هقلبهم واشغل عليهم 6 دقايق تاني ونطلعهم. تعالوا نفتح عليها كده بعد ما مر عليها 6 دقايق ونشوف شكلها عامل ازاي. بصوا بقى اتحمرت اهي، وفرنا زيت وعملنا اكل صحي والطعميه اللي احنا بنحبها. نطلعها بقى ونقدمها. ادي الطعميه اهي اللي عملناها في الاير فراير. قدمنا بقى جنبيها شويه خضار، شويه بتنجان والفول كمان اللي كنا دمسناه. هحط لكم طريقه الطعميه وطريقه الفول وكل الحاجات اللي احنا عملناها في الاير فراير هحطها لكم في الديسكريبشن بوكس. اتمنى يكون الفيديو سهل وبسيط وسريع ويعجبكم، والناس اللي طلبته مني تكون استفادت. استنوني فيديو جديد. باي باي.